أهلا ومرحبا بكم. تنتظر الأسواق وتترقب بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية والتي تظهر بالعادة في أول جمعة من كل شهر، وتعتبر من البيانات الهامة والتي تحظى باهتمام من قبل المتداولين والمتابعين للاقتصاد، وتعتبر ثاني أسرع البيانات صدورا بعد بيانات مؤشري مديري المشتريات، فبالتالي هي أحد أهم الركائز أو مكونات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعتبر بيانات الوظائف الأمريكية لها تأثير كبير على الأسواق وأيضا على التوقعات المستقبلية للاقتصاد. هناك توقعات بأن معدل نمو الأجور بأن ينخفض من 11.1 إلى 10.5% بعد ارتفاعات في مستويات قياسية شهدناها خلال شهر إبريل بمستويات 14.5، لم نشهد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبدأنا نشاهد الانخفاضات على مدى مرحلتين وصولا إلى مستويات 11.1. لكن لو فعلا جاءت معدلات البطالة ب10.5%، فبالتالي ستبقى مرتفعة هذه المستويات إذا ما قارناها بمستويات ما قبل جائحة الكورونا والتي كانت ب3.5%. التوقعات أيضا بأن يحقق الاقتصاد الأمريكي وظائف ب1,550,000 وظيفة بعد أن فقد الأمريكيون في شهر إبريل 20 مليون شخص من وظائفهم. بالتالي أي بيانات جاءت فوق التوقعات سوف تدل أو تعطينا صورة أوضح عن مدى التعافي الاقتصادي، وأي انخفاض دون التوقعات أو تكون البيانات جاءت دون التوقعات فهذا سيعطينا عن مدى الضبابية التي سوف تحصل في الاقتصاد الأمريكي. يجب النظر أيضا على معدل نمو الأجور المتوقع انكماشه -0.5، ويجب النظر إلى الأجور رغم أنه لو كان هناك زيادة في معدل التوظيف، لأن الأجور بالتالي تعتمد على الإنفاق الاستهلاك، ونحن نعلم أن الإنفاق يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، فيجب أن يكون هناك ارتفاع في معدل نمو الأجور بيقابله أيضا زيادة في معدل التوظيف، بالمقابل سيكون انخفاض معدل البطالة حتى نقول بأن البيانات جيدة اقتصاديا. فماذا تأثير تلك البيانات على الأسواق وعلى العملات والمعادن الثمينة؟ فأي بيانات تأتي فوق التوقعات من بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية سوف نشهد ارتفاعات لأسواق الأسهم، وأي بيانات دون التوقعات سوف نشهد انخفاض في أسواق الأسهم. وبالتالي إذا نظرنا أيضا إلى الذهب يشهد بعض الضغط سواء كانت البيانات إيجابية أو فوق التوقعات، وسوف يعاود الارتفاع بسبب الطلب على الذهب لتغطية مخاطر انخفاض الاستثمارات. وبالتالي لو شهدنا أي انخفاض في أو جاءت البيانات دون التوقعات سوف نشهد ارتفاع أيضا في الذهب نتيجة سياسات التحفيز تقوم بها الحكومات والبنوك المركزية. البيانات السلبية سوف تبقى داعمة للذهب، وأيضا سوف يكون تأثيره أيضا على المدى البعيد، فبالتالي سوف نشهد أيضا تأثيرات على الدولار الأمريكي. لو بيانات كانت إيجابية سوف نشهد ارتفاع في الدولار مقابله انخفاض في أسواق الأسهم، وبالتالي أي بيانات سلبية سوف نشاهد ارتفاع لأسواق الأسهم يقابله بعض الارتفاعات الفرعية للدولار ثم يصاحبه الانخفاض.